إن الإنجاز لا يأتي من تحت الوسادة، إن الإنجاز لا يأتي من تحت الوسادة، بل هو ثمرة جهد شاق وخطو مستمر وطرق متكرر على بوابة الهدف. هو فرح فريد له وقع عظيم في نفوس الناجحين، ولا عجب، فإن النية الصالحة والهمة العالية قبس يضيء وهمة تتوقد، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. إن سلع المعالي غالية الثمن، والنعيم لا يدرك بالنعيم. الجميع تهفو روحه لنيل ما يحلم به، وكم سار الخيال بأمنيات عظيمة ولكنها لم ترى أو حتى يسمع بها. نسعى جاهدين للخوض في بحر الحياة لنستخرج درة الإنجاز، وما أكثر الغرقى